العزيز كابتن محمد عبد الوارث نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق في كره اليد، مفيش بطوله دوليه وخصوصا لو بنتكلم على كاس عالم في اي رياضه بالمناسبه، لازم في كل مره كلنا بنتفاجئ بامور استجدت ما كانتش موجوده قبل كده، او لو كانت موجوده ما كانتش موجوده بالكيفيه دي. فايه اكتر الامور اللي كانت ملفته للنظر بالنسبه لك، بل شكلت مفاجاه من وجهه نظرك، سواء على صعيد منتخبنا احنا شخصيا المنتخب المصري او على صعيد الفرق الاخرى؟ انا شايف والله ان احنا اللي فاجئني عناصر الشباب اللي موجوده عندنا في الفريق، ان هي تظهر بشكل اللي ظهروا بيه في البطوله دي، انا شايف ان هي حاجه كويسه جدا، ان هم عندهم جرأه، انا بشوف ان هي جرأه منهم ان هم اول مره ليهم ان هم يلعبوا كاس عالم، كاس عالم كبير مش كاس عالم شباب، على ارضه انا شايف من غير جمهوره، من غير جمهور طبعا، دي انا شايف ان هم دي حاجه طبعا تحسب لهم، لعيبه هايلين جدا، انا مبسوط منهم بصراحه ان كم اللعيبه اللي موجودين دول وغير لعيبه تانية كمان، انا شايف من وجهه نظري ان هيبدا في احتراف للعيبه، انا من وجهه نظري ان هي هتبدا تبان الفتره الجايه ان شاء الله. طيب لو خدت من كلام حضرتك وهنا قصه الجمهور ان هو مش موجود، يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، بس من وجهه نظرك هل، عشان ممكن يبقى في راي مختلف، هل وجود الجمهور مش متعوض شويه بفكره هنا اهتمام الدوله كلها بدايه من سياده الرئيس والتهنئه طبعا اللي هو ارسلها امبارح، وفكره كمان الاعلام ان هو كمان مهتم جدا بكره اليد على عكس برضو قبل كده ما كانش فيه الاهتمام اللي لاقيينه دلوقتي، فهل من وجهه نظر حضرتك ده ما يديش برضو دفعه قويه للمنتخب عندنا؟ يعني اكيد هو مش هيعوض وجود الجمهور، لكن برضو بيوصل رسائل معنوية كويسة جدا. هو طبعا رسالة الشكر من سيادة الرئيس طبعا امبارح دي حاجة دفعة قوية جدا للمنتخب. الشو الإعلامي اللي موجود طبعا دي حاجة تفرحنا، إن كان في عندنا مشكلة فعلا بالنسبة لعيبة الهاندبول عموما، إن إحنا بنقول كان مهدور حقنا شوية في السوشيال ميديا والإعلام والكلام ده كله. فأنا شايف إن دي طبعا دفعة كويسة، بس هي فكرة الجمهور إن هي بترهب الفريق اللي قدامي خصوصا على ارضك بالظبط، يعني كان ممكن وطبعا طبعا طبعا الكم العدد لما الصاله بتبقى مقفوله بيبقى الموضوع مرعب بجد، هو بيدينا دفعه والفرق اللي قدامنا بتبقى نازله، هي فعلا بتبقى نازله خايفه، فده بيأثر عليهم وده بيبقى معانا في صالحنا كفريق واحنا بنلعب في المباراه، ده بيدي حماس كبير جدا. وانت حسيت ده بنفسك اكيد عشرات المرات وانت كنت لاعب سابق وشاركت في بطولات كتير، فعارف كويس قوي انعكاس هتاف الجماهير اللي بترج المدرجات بيبقى واصل لدرجه ايه مع اللعيبه. فيعني هو طبعا طبعا الجمهور بيبقى موجود في الملعب، ده بيخلي اللعيب بيطلع مش ال 100% بيطلع ال 500% اللي عنده. صحيح. غير كده ان هو وجود الجمهور احنا بتوصل لمرحله ان احنا بنبقى جنب بعض لعيبه جوه الملعب ما بنسمعش بعض. فده طبعا بالنسبه لنا دي بتبقى حاجه حافز جدا، واهم حاجه بقى فيها واحنا بنبقى موجودين في الملعب اللي الناس اللي جايه تهتف باسم مصر وجايه تهتف باسمنا دي ما تروحش تبقى زعلانه. صحيح. فدي بيبقى اول هدف لينا بيبقى موجود واحنا موجودين في الملعب.